استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه لدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه بقصر سموه في ابو ظبي مساء اليوم الاثنين معالي السيده فوزيه بنت عبد الله زينل رئيسه مجلس النواب وبحضور معالي الدكتوره امل عبد الله القبيسي رئيسه مجلس الوطني الاتحادي الاماراتي بمناسبه اطلاق الوثيقه العربيه لحقوق المراه وخلال اللقاء نقلت معالي رئيسه مجلس النواب تحيات حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الى اخيه سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه والى كافه اخوانه حكام دوله الامارات الكرام وتمنياته بدوام التوفيق والرفعه والتقدم والرخاء في ظل القياده الحكيمه لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بما تحقق للمرأة الخليجية من منجزات ومكتسبات حضارية مشيرا إلى تميز التجربة الرائدة البحرينية والإماراتية النسائية في مختلف المجالات التنموية الشاملة ومؤكدا حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين على دعم تمكين وتقدم المراه في كافه القطاعات